نقدم لكم جميع القنوات الناقلة بالمعلقين لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتركوا توقعاتكم عن نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. بالفيديو ده سنعرض لكم جميع القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة بالمعلقين لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في كأس العالم للأندية، وتترقب الجماهير العالمية والعربية والجماهير المصرية بصفة خاصة اليوم مباراة بطل إفريقيا. ويلتقي النادي الأهلي نظير بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية اليوم على استاد أحمد بن علي. المباراة اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر. ونقدم إليكم جميع القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة اليوم: قناة بي ان سبورتس اتش دي المفتوحة بصوت المعلق علي محمد علي، قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي، قناة الكأس اتش دي 3 المفتوحة بصوت المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس 6 اتش دي المشفرة بصوت المعلق أحمد الطيب، قناة بي ان سبورتس اتش دي 11 بتعليق أجنبي، قناة بي ان سبورتس كونكت على شبكة الإنترنت، وقناة مكسبي المفتوحة على النايل سات أعلنت إذاعة المباراة بصوت المعلق علي محمد علي. متابعينا الكرام، إليكم بعض القنوات الأخرى الموضحة بالصورة. في النهاية متابعينا الكرام، اتركوا توقعاتكم عن نتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.